مرسال مولد خمسة أضلاع المولد كربلائي زين بالسم هلال خط الفرحة مرسال مولد خمسة أضلاع المولد كربلائي يا قلبي طاير من ضلوعي أسرع من دموعي يحكي عن موضوعي لحسيني من صدق حبيته قلبي يشبه بيته وانا زاير جيته وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين السلام عليك يا سيدي ومولاي يا قمر بني هاشم السلام عليك يا سيدي ومولاي يا زين العباد السلام عليك يا سيدي ومولاي يا علي الأكبر السلام عليك يا سيدي ومولاي يا بقية الله في أرضه وحجته على خلقه السلام عليك يا سيدي ومولاي يا صاحب العصر والزمان ورحمة الله وبركاته أحبتي مشاهدي قناة المهدي الفضائية السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وتقبل الله أعمالنا وأعمالكم في هذا اليوم المبارك ألا وهو يوم الجمعة ويوم ولادة زين العباد صلوات الله وسلامه عليه جعلنا الله وإياكم ممن يتبعهم في الدنيا ويفوز بشفاعتهم في الآخرة إن شاء الله تعالى أحبتي مشاهدي قناة المهدي الفضائية وحلقة أخرى من برنامج أفراح شعبانية هذا البرنامج الذي يأتيكم خلال الأيام الشعبانية إلى يوم النصف من شعبان في تمام الساعة 9 مساء بتوقيت كربلاء المقدسة وفي كل ليلة مباركة من هذه الليالي ليالي الأفراح الشعبانية يكون معنا ضيوف من خدمة الإمام الحسين صلوات الله وسلامه عليه ولهم قلم وصوت في خدمة وحب الحسين صلوات الله وسلامه عليه فأنا وإياكم أحبة المشاهدين نرحب بهم ونقدم لهم التهاني والتبريكات باسمكم إن شاء الله تعالى وأبدأ من الأخ الأستاذ الشاعر الحسيني حسين الجبوري حياك الله يا أستاذ حسين أحب أهم العالم الإسلامي بمناسبة ولادة الأقمار المحمدية هاي المناسبة العطرة الولادات الشعبانية حقيقة اللي هسه حالياً مر بذكرها وأهني مراجعنا العظام والعالم الإسلامي أجمع وأسأل الله أن يعم الأمن والأمان والاستقرار وأن يعجل بظهور قائم على محمد عجل الله تعالى عجل الله تعالى فرج الشريف وأقول شعبان هل فرح بالخير ألف يا هلا يا هلا شعبان هل فرح بالخير ألف يا هلا مبتشرة كل هالبشر شاب وكهل ويا هلا وللعدل منه برز واحد يظل يا هلا للعدل غيرك فلا واحد عدل للعدل ساعتك هل قربت وانت بكيان عدل مولاي من شيعتك عدني بعداد العدل وللأسف بعض البشر عن طلعتك يا هلا أحسنت أهلا ومرحبا بعض بيك. البشر عن طلعتك يا هلا يا هلا وكل الهلا بيك أستاذ حسين وأرحب بضيفنا العزيز الملا عمار الساعدي حياك الله وسعد الله أيامك وشرفتنا هاي الليلة حبيبي أحفظكم إن شاء الله سعد الله أيامكم كل عام وأنتم بألف خير في أرض كربلاء من جوار الحسين نبعث التهاني وتبريكات إلى كل المتابعين والمشاهدين إلى مقام مولانا صاحب العصر والزمان للمراجع العظام إلى كل موالي وكل شيعي وكل محب وكل عاشق للحسين وآل الحسين ومحمد وآل محمد أسعد الله أيامكم إن شاء الله وينعاد عليكم بالصحة والعافية والسلامة يا رب, يا رب حق محمد وعلي ستر وعافية والله وخدمة الحسين لا يحرمنا منها أكيد إن شاء الله أي والله هذه الأهم خاف تنسلب هاي من عندنا هذه الأهم أبو علي إن شاء الله ما تنسلب بركات أهل البيت سلام الله عليهم سلام الله عليهم أبو علي في هاي الليلة وهاي ولادات الأقمار الشعبانية كلهم أبطال كربلاء كلهم من الصغير إلى الكبير كلهم أبطال حتى طبعا في هذا الشهر ولادة علي الأصغر عبد الله الرضيع كذلك حتى في بعض المؤرخين أنه السيدة رقية سلام الله عليها كذلك في شهر شعبان على اختلاف المؤرخين هم ذكرهم في كل الأيام هو يستحب وله فضل بس شعبان هو فرحة أبطال كربلاء
فإحنا نبدأ من أبو علي. نعم. ونروح إلى كربلاء. كربلاء ضمت هواي شخصيات عظيمة. ونبدأ من أبو علي ويسولف إنه يحب يسولف للحسين يبدي، أو خلينا قبل ما السولف نعرج على كربلاء نشوف أبو علي مين بدأ ويا الحسين بأول خطوة. هذا السؤال كل ضيف يجينا أسئلة. والله هذا السؤال هو حقيقة سؤال يعني دائما ينطرح دائما. بالنسبة بداية ويا الإمام الحسين هي من الطفولة. من الطفولة هي بدايتنا ويا الإمام الحسين. الخطوة اللي حسيت وجودك بيها بالخدمة الحسينية يا خطوة. وأكو بيت دارنا استذكره دائما أقول مد وضرب نقصاي لا كان خطى البين. مد وضرب نقصاي لا كان خطى البين ثق ما يلو حظين جيران الحسين. الله. فلا تعتقد واحد يجاور أبو عبد الله الإمام الحسين ويصيبه ضيم ويصيبه. وإحنا رضعنا حب الإمام الحسين. عندي قصيدة لكن هي قصيدة دائما تنقرب محرم بعاشور ما أحب أقرأها لأنه بيها حزن. بيها حزن. يعني تشرح هاي بدايته ويا الإمام الحسين. شلون بدينا شلون عانينا من الظلم من الاضطهاد. لكن قرأنا المقطوعات اللي ما توصل للمقتل. قبل لا توصل للمقتل نوقف. وهي بدايتها حزن. أقول حزن عنده مصابك أكبر من الشوف يطلق الدنيا وما عرفت الخوف. سحقنا على المناية بوقت بي طاغوت وبرقبة الزاير يحد قام سيوف. علقنا القلوب برمح ويا الراس ما يدرون حب حسين بي مديوف. لو تدفع ذهب لو ما تزور حسين الما يدفع ذهب لازم نقص لجفوف. قصينا الشفوف برغبة يا مولاي وبدربك الزاير معتني وملهوف. ننطق بالشهادة ونحسب الخطوات وبحضرة عتابك طفنا بيها زحوف. رضعنا من المهد حبك يا أبو السجاد كل يوم النعاشر ينكتب وطفوف. لجل دين الإسلام برغبك الشطيت وكل شطاك ربك للبشر معروف. يا دين الإسلام ارتوى بس بدماك ورفعت الدين عالي بنحر مو بشفوف. رفعت الدين عالي بنحر مو بشفوف. هاي بداياتنا ويا الإمام الحسين. ونعمل بداية. هاي الخطوة اللي نريدها. حقيقة محط فخر هي هاي. صدق محط فخر. وسام هذا. سام شرف. أشكر. لكل خادم حسيني أنه تكون أنه بدايته في هذه الصعوبات. ولادة الأقمار الشعبانية ولادة أبطال كربلاء. أبطال كربلاء. فأحب أستذكرهم كلهم قصيدة. أقول ما نصى يوم بحرب وبكل مقام علي. زين. ما نصى يوم بحرب وبكل مقام علي طيب وتاج وشهم وبستر روح علي. خلافك يا حامل حمل ليل المصايب علي. من دون كل البشر شايل كمال وحسن. صوت الكرامة انجرح ونجمات بي وحسن. عباس فوق العرش من نذكر اسمه وحسن. بين الأرض والسماء عرج الشجر لا حسين. صبرك يا راعي الصبر من أحسن الأحسين. بشفوف إمام الحسن شد رايته الحسين. الحسين اشمحل الترب والسبح من نفرش السجاد. اشمحل الترب والسبح من نفرش السجاد. بالحرب ذل العدى بس بالفرض سجاد. زينب تون على المهر من يحدي السجاد وياخذني جرف النهر من باقر الباقر. ياخذني جرف النهر من باقر الباقر. وهناك منه اللي وسط الحشر باقر. تاج الشمس والقمر محمد الباقر. باقر ما خطى سيف أبد بين الرقب صادق. ما خطى سيف أبد بين الرقب صادق. والجنة الشيعته يا موالده صادق جعفر وكل فخر من جعفر الصادق. صادق اذنه بنة المحو وشف العرش كاظم. وصوت النجف ما يرد يمكن يظل كاظم. عند رسالة بخت من موسى كاظم. كاظم بيها سوالف ورد بين الزعل والرضا. الله. بيها سوالف ورد بين الزعل والرضا. والضدكم ما يهم ان زعل واللي رضا. رضا يصعب افرق قمت بين الورد والرضا.
جواد الأئمة يظل أطرب كنيسة ورد. الله. والجنتي يا معلي بكيف روحان ورد ورد بالعقل تحكي البشر وانا وراهم أرد أهوى طريق السماء وبكل عمر هادي ينسم ضوء ومرجلة مثل الضوء الهادي مثل المطر على الأرض فضلك علي الهادي سيف بيميني يظل طول العمر عسكري ويموت مثل النخل دون العرش عسكري عند إمام الحسن بس اللقب عسكري, عسكري واللي مشى بمنهجك طول العمر صح صاحب يحبه حتى الطفل يوم الحكى صاح اب تاج على راسي يظل المهديل صاحب ويذكرني بشدتي ويحضر بقبر علي يذكرني بشدتي ويحضر بقبر علي ان شاء الله يحضرنا دنيا ان شاء الله ان شاء الله اي والله من المهد الى اللحد تطلق امنا علي وامير المؤمنين يقول لحارث الهمداني يقول له يا حار همدان من يمت يرني كل واحد يموت يشوفني سواء كان زين او مو زين الكل ترى علي بن ابي طالب عند الممات ان شاء الله يحضرنا عند الممات ويشفع لنا الروح الملا عمار يا بعد روح قبل لا نبدي الباية الأولى اللي الحسين أخذ بيدك بيها ومشيت سلام الله عليك ويا الحسين هي طبعا احنا أنا لحد الآن يعني في هذه اللحظة خادم للسيدة زينب سلام الله عليها والسيدة رقية هي الباية الأولى كانت في حرم السيدة زينب سلام الله احنا بعد ما طلعنا من هذاك الزمن زمن الطاغية لعنة الله عليه سكننا في منطقة سيدة زينب هاي سنة 2001 فهناك كانت المواكب بأوج العطاء شعراء الرواديد الخطباء كان تجمع حسيني يعني كربلائي أجواء كربلاء في منطقة السيدة زينب فالأيام اللي وصلنا بيها هي كانت محرم احنا قبل هنا كانوا يكتمون على كل شيء وطلعنا أطفال يعني عمره 8 سنوات فشفت أطفال داخل حرم السيدة زينب لابسين دشادي سود وتكرمون السطلة مع النفايات داخل الحرم كانت حديد فكان أحد الخدام يغطي بالغطى مالته ويخلي قماشه ويصعد هذول الشباب الأربعة وكل واحد يقرأ له قصيدة فأنا شفتهم توسلت بالوالد أنه أنا أريد أصير وياهم أصعد وياهم أي أصعد وياهم فهم اشترى لي دشادي سود وظلت أحضر أحضر الله يرحمه خادم السيدة زينب عمران رحمة الله أي هذا يعني الخادم المخلص اللي استشهد في حرم السيدة زينب الله أي هاي خوش عاقبة الحمد لله هو أول من شجعني قال لي صوتك حلو كذا فجاب لي قصيدة وبدي أنا بقصيدة اسمها كربلة يا كربلة بس كربلة والله أردد بيها سنة كاملة الله أي لأن التقيت بالرواديد الشعراء الخطباء أساتذة مرور هواي مرة بحياتي أساتذة كبار تعلمت من عندهم كل أستاذ إلى مرحلة وكل خادم إلى مرحلة خصوصا من التراث يعني والحمد لله استمرينا إلى هذه المحطة يعني بفضل مولاتي زينب دوما وأبدا إن شاء الله أيوة. بمحطة الحسين سلام الله الحمد لله الحمد لله تسمعنا للأقمار الشعبانية قل شعبان يحمل سبحته ويناجي رب الأزمان سبحان رب الأزمان شعبان يحمل سبحته ويناجي رب الأزمان شكرا شكرا حمدا حمدا قد عظم في الأشهر شاني في اليوم الثالث شرفني بضياءه قديم الإحسان أحسين شعل الدنيا أم بسم الله الرحمن
أنا المرسوم وجه حسين بسماي. الله. أنا المرسوم وجه حسين بسماي بسماي مقصر منتهي للعين بسماي الزهرة بالقيامة تصيح بسماي بسماي هلا بخادم غريب غريب الغاضرية. اللهم صل على اللهم صل على طبعا الفصيح الى خادم الحسين علي عسيل العاملي. والنعم. والابوذية الى خادم ابو الفضل العباس كرار حسين الكربلاء. والنعم منه. الله يحفظهم. والنعم منه. تحياتنا لهم. الله يحفظهم ان شاء الله. ابو حسين وابو كميل ان شاء الله الله يحفظهم ان شاء الله. الله يخليهم. طيب الله انفاسك. وفقكم. اسمعكم. والله يرحم الخادم. الله رحمة الله عليه. أوجد هذه البذرة. وكل من بذل نفسه في دفاع عن السيدة زينب الشهداء الأخوة أعزاء وكانوا خدام مخلصين للحسين. الله يرحمهم برحمة الله إن شاء الله تعالى. رحمة الله عليه. أرجع للشاعر حسين الجبوري. إحنا خصوصا أهل العراق سوالفنا ويا أبو فاضل تختلف. كل شيء بالحاجة من مختنقين بفصولنا العشائرية بقعداتنا أي شيء حتى هسه نجاح طلابنا اللي يروح هسه يشتري قلم يدخله يمشي بباكر أبو فاضل ويرجع حتى ياخذه وياه للامتحان يجاوب. صحيح. حياتنا احنا بالعراق كل شيء مربوطة بأبو فاضل حتى سماهاتنا المسائل العشائرية. إيه تنشد رأي أبو فاضل وخلص. لا البعض هسه يعني هسه حتى نساء عندها حاجة كذا سبت الزور العباس وصدق تنقضي حاجتنا بعد. فكل حياتنا مربوطة أبو فاضل. صحيح. إحنا العراقيين بالذات بكل صغيرة وكبيرة بكل شدة الكبار إحنا نذبهن يم أبو فاضل. صحيح. الثقال. عندك قصيدة سولف بيها ويا أبو فاضل؟ والله أنا كاتب لأهل البيت كلهم كاتب لكن الاستحضار اللي صار اليوم عن الإمام الحسين عن أهل البيت كلهم قرأت هسه القصيدة هاي السابقة عن أهل البيت كلهم لكن احنا نسمو الكتابات لأهل البيت أجمعية ودائما نسمو أنا بالنسبة لي أغلب كتابات الإمام حجي عليه السلام. عندك علاقة خاصة بي؟ أكو علاقة روحية وعلاقة خاصة هو أبو الأئمة. ما أدري إنتاب شعور غير شعور. هو كل واحد أكو ايه؟ عنده إمام يكون قريب منه يحس إنه هو يعني وكل صغيرة وكبيرة هو اللي ينخاف. يعني كل أهل البيت هم ما يقصرون من تلقاهم. طبعًا. بس أكو واحد عنده خصوصية ويا معصوم. خصوصية ويا معصوم. إيه. بالنسبة لل. قصيدة اللي طلبتها الإمام العباس أشوفها إذا موجودة لأنه ما أعتقد براحتك موجودة إذا بالموبايل هم ماكو مشكلة لكن للإمام علي سلام الله تأخذ وقت إذا أطلعها بالموبايل تمام ما حافظها ناخذ قصيدة عندك للإمام علي للإمام علي ونرجع بس نطلب قصيدة أبو فاضل إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله قلت معجزات اثنين نزلها الجليل وغيرهن لا تعتقد كل معجزة معجزتنا الأولى قرآن الكريم وبعظمت الله أيضا عززه والمعاجز صارت بكل الأديان لا كان قبالك يا حيدر عاجزة وأنا سولف لك إذا عندك إشكال وخاف مغرور بحديث الناشزة منين أبدي لك يا غاتب يا زمان ويا نبي الماصاح باسمك يا علي أبدي من هابيل لو آدم أبوه وذاك قبر اللي يشهد بنص الغري لو سفينة نوح ظلت بس تطوف ومارست إلا بجوارك يا ولي علي يا حامل حمى وعز الدخيل والمصايب دوم يمك تنجلي علي علي لابراهيم صار أجمل خليل علي بردن صار عن نار وجزة علي لابراهيم صار أجمل خليل علي لابراهيم صار أجمل خليل علي بردن صار عن نار وجزة علي ويا أيوب صبرا يا جميل ولن نبي سليمان جندا جاهزة علي نور اليوسف متاع ودليل
الله. وللنبي يعقوب دوم بوحشته بالزبور انذكر، وايضا بالانجيل علي ويذا النون نور ظلمته، علي شحش بخيبر ومرحب شتيل، علي شحش بخيبر ومرحب ذليل، لو جملها خوار لمن عادته، علي كل عمر اذا احكي قليل، علي لو كل البشر ما وصفته، علي بلسم للجرح يشفي العليل، ومن اصل 70 فرقه الفائزه، علي نعمه وبيها كرمنا الجليل، واشكر ان الله على هالجائزه. الله اشكر ان الله على هالجائزه. اي والله شكرا لله على نعمه علي. اي والله شكرا لله على نعمه محمد وعلى الولايه والعافيه. أيوة والله. اكبر نعمه هي نعمه الولايه، هي نعمه الولايه. الحمد لله. الفقر معنا خير من الغنى مع غيرنا، هذه نص روايه، فهم نعمه رغم كل النعم، هي النعمه الكبرى علينا. نرجع لك يا ملا عمار الساعد ان شاء الله، وسولف السالفه ابو فاضل. اي سلام الله عليه. والمجلس هو ملح المجلس ذكر ابو فاضل سلام الله عليه. سلام الله عليه. فتسمعنا قصيده لابو فاضل. قول هاك اسمع هالخبر، هاك اسمع هالخبر، ام البنين الليله جابت قمر، ام البنين الليله جابت قمر، طلقت الغيره بصعوبه وجابته، تلقته زينب اخيته وشالته، تقبلي ساره وترد اليمنته، قبلي سارة وترد اليمنته، براية الكرار زينب لفته، الهلال بين هالشهر، أم البنين الليلة جابت قمر، أم البنين الليلة جابت قمر، اليوم أبو الحسن ينأزهر منزله، مقدم العباس راعي المرجلة، اليوم أبو الحسن ينأزهر منزله، مقدم العباس راعي المرجلة، أهلا بالوفا يا ميت هلا، أهلا بالوفا يا ميت هلا، الكون هالليلة بتشار، أم البنين الليلة جابت قمر، أم البنين الليلة جابت قمر. أحسنت. شو أنت تقرأ لنا بس مقطعين؟ أكمل لك بعد. يقولون هذا الله يوفق الشاعر عزيز الفيصلي. الله يحفظه. تحياتنا. أيوة. اليوم طبعًا تحياتنا. إحنا بذكرى قبل البرنامج أبو باكر. حقيقة. البارحة حقيقة بجواره بفضل العباس. جلسة ممتعة بذكر العباس سلام الله سلام عليه. الله عليه. فيقول الطفل من يجي ياخذون أهله يأذنون يكبرون بإذنه. صح. أم البنين تختلف. يقولون حطت العباس سلام الله عليه كاروك. لسان حال الشاعر يقول. إيش قالت أم البنين؟ إيش قالت؟ اي حسين اميري ونعم الامير، حسين اميري ونعم الامير، اي سمعت ام البنين تلالي وتلالي، تناغي لقمرها يا بدري الليالي، تراني للحسين نذرتك يا غالي، واريدك يا عباس تحقق منالي، بعلومك يا عباس كون تعجب الناس، سلطان الوجود اريدك وزير، اميري حسين ونعم الامير، ويوم البنين اميري حسين ونعم الامير، الله صار القمر صار نعمل تريده، يتفدى بالروح لخته وحضيده، حيدر علي انطاه سيف العقيده، شد رايته وقام سلمها بيده، ونادت ام البنين يا بدر الميامين، نادت ام البنين يا بدر الميامين، يتغازل الشوق ضميري بضمير، اميري حسين ونعم الامير. اخير شي يقول نهدي للمشاهدين ولزوار الحسين،
يا القاصد تزور للغاضريه، طب زور الحسين واقصد اخيه. يا القاصد تزور للغاضريه، طب زور الحسين واقصد اخيه. من عتبه الباب قدم تحيه، تشتم بالانفاس عطر الزكيه، عطر الزكيه. الله تلقى الزهره يمه والطف ويا امه، تلقى الزهره يمه والطف ويا امه. والطش على الناس ازهر وعبير، اميري حسين ونعم الامير، اميري حسين ونعم الامير. احسن. طيب الله فاصل عليكم استاذنا العزيز، واحسن شاعرنا الغالي ابو باقر، ابو باقر عزيز الفيصل، الله يحفظه ان شاء الله تاج راسنا. اي والله يعطيه الصحه والعافيه هو وخيه ان شاء الله. اي والله يشافي اخيه بحق هو الحسين. نرجع لك ابو علي. لقيت مطلوبنا لو ما لقيته؟ قلت بالفاصل عود اسم هذا الظاهر، ماكو فاصل. لا ماكو قباله. قباله؟ ابد. الحمد لله والشكر. ماكو. والله هي احنا كل احنا نتعلم دروس من اهل البيت وعبار، والشاعر من يتعلم هاي الدروس يجسدها بقصيده. صح. يريد يوصل رساله بيها. ابو علي الشاعر كله احاسيس. نعم. هاي منتهي منها. كله احاسيس وتجي بيه مواقف ينضام. مواقف يختنق بيها وبذاك الوقت تطلع قصيدة منه يخاطب بيها واحد من الأئمة، أو إلك موقف صار وأنت ذكرت بيه واحد من الأئمة وخاطبت بقصيدة. هسه يجوز نطلع شوي عن الموضوع، لكن هي رسالة نعتبرها رسالة لكل أبنائنا، كل أخواننا الموجودين اللي ابتعدوا عن الخط الحسيني، اللي اكو ناس ابتعدت عن حتى عن الدين، ترى احنا خلينا نكون واقعيين. فجسدت هاي الامور كلها بقصيده، وذكرت اللي يسمعها ذكره يقول احنا باكر ورانا موت، ورانا حساب، ورانا اكو قبر ورانا، خلي نحذر. قلت حل وقت الرحيل وحان الوداع، على غفلة وتظل بس التصاوير. حل وقت الرحيل وحان الوداع، على غفلة وتظل بس التصاوير. بعيد الدرب وإحنا ذنوبنا متاع، الله أكبر. يزود الحمل وتقل التدابير، يفر الوقت بينا تقول مصراع، ولا نهتم لك الهاي المخاسير. نسينا أسلامنا وغيرنا الأطباع، ونسفنا أعرافنا وكل المعايير. على نهج الرذيل أكثرنا ماشين، على نهج الرذيل أكثرنا ماشين، ونحط يم الرذيل أجمل تعابير، ولو صعب الحقيقة على المساكين، ولو صعب الحقيقة على المساكين. ويم أغلاطنا نحط التبارير، ترسنا حلوقنا بسم الثعابين، وسبقنا بليس ونعد المشاوير، ونقل لك حقائق بيها تدوين، وبعض منها انترك لجل المحاذير. شفت منكر يذمن الشياطين، وشفت للباطل هواية المناصير. الله. شفت منكر، شفت منكر يذمن الشياطين، وشفت للباطل هواية المناصير. ولقيت العار متغطي بعناوين، ولقيت الذلة محتاطة بدنانير، ولقيت أشراف مدفونة بطوامير، ولقيت اشراف مدفونه ولقيت اشراف تهموهم مجانين، ولقيت احرار مدفونه بطوامير. بعد شكثر يا ناس الوين ماشيين؟ أيوة. نسينا الموت واحكام المناشير، خل نرجع نزكي النفس بالدين، ونطهر ارواحنا باعلى المقادير. خل نلحق بتالي الفراقين، ونعوف ذنوبنا صارت طوابير. حل وقت الرحيل وحان الوداع، حل وقت على غفلة وتظل بس التصاوير. الله. على غفلة وتظل بس التصاوير. صدق. وعلى سالفة الشيطان يتبرى من المنكر، ذكرت رواية أن في يوم القيامة إبليس، نعم،
يرى من قتلوا فاطمة ويتبرأ منهم. لا حول الله. بليس يتبرأ من الأول والثاني جبته الطاغوت يتبرأ من فعلهم. لا حول ولا قوة إلا بالله. ويتوسل إلى الله عز وجل بأسماء الخمسة بأن يعفو عنه. بليس. ورواية تقول وأن فلان وفلان رغم هذا العذاب في قعر جهنم ويتوسلون ولا يستنجدون ولا يتوبون من ذنبهم في ظلم آل محمد. هسه ذكرني بي أنه الشياطين تتبرأ من المنكر. طبعا هم المنكر الأكبر ذولا وهم أساس حدم الدين. أما الشطر الثاني ما أنه إحنا للباطل نهوس لا هاي بعد صارت حدث ولا حرج حدث ولا حرج أبد. ملا أنت سولفت قلت أنه أنت بجوار مولاتي زينب سلام الله وأول باية صعدتها أبصحن مولاتي زينب. أكيد عندك علاقة خاصة بهذه العظيمة. أي والله هذه الامرأة اللي قولتنا أنه عقالك ما تستحي من تنزعه وتخلي يقبالها. المواقف هواي هناك تصير في حرب زين ما تستمادي تحس بشرف من فخر اي فخر صدق اي اهلنا هذول اهل العشائر الكباريه اول ما يوصل الباب السيده ينزل على قال لي شمره اي هذا شمره اي شمره يم الضريح عمت عين يا ابت علي فمولاتي تستاهل. قصيده تذكر بها السيده زينب تحول الى حزن ذكرها في كل حال هو لا انا راح اذكر فقط مستهل من قصيده احبها يعني دائما هواي ارددها في حرم مولات زينب واكثر خدام الحسين في تلك المنطقه حافظيها يعني قول انا ما عندي سوات خادمي واطلب رضا ما عندي سوات انا ما عندي سوات خادمي وأطلب رضاك راح أوني وما أبى أطلع ليك وني شمح لخادم زين بيقولون عني شمح لخادم زين بيقولون عني ما حافظها كلها؟ ما حافظها لا ولا موجودة عندك؟ موجودة بس ما أقدر أطلع لأن تتحول القصيدة بعد إلى بكاء وحزن وإحنا أيام فرح بعد خلصنا من شهادة كلماتها حلوة أي. المن شاعرها؟ شاعرها تحسين الخفاتي والنعم منه قول مولاتي وقعي دفتري وبخدمة السجليني هي بعد قصيدة طويلة أنا ما حافظها يا ماذا إن شاء الله تسجل الله يحفظكم إن شاء الله إن شاء الله وياها دنيا وآخرة أكيد هي بركة السيدة زينب اللي أدامتنا على هاي الخدمة الحمد لله. شتها وسنة. بعدك ذكرت أبو فاضل بعد لازم أكمل أنا. كم. الله يوفق كرار حسين الكربلائي يقول سمع عباس جبرائيل بافاق السماء ينادي. شي ينادي؟ أنا الهزية مهدي حسين منه ليوصل مجادي. نعم. والله سمع عباس جبرائيل بافاق السماء ينادي صعد للسماء يفتخر يقول انا هزيت مهدي الحسين من مثلي أي. الله اكبر هنا انا قال ابو فاضل اوقف اسمع اي سمع عباس جبرائيل بافاق السماء ينادي انا الهزيت مهدي حسين منه ليوصل امجادي قام وجاوب العباس ترانا بيوم ميلادي حسين اللي يهز كاروكي وهو العد المهادي الله بعد السوه وبشيله زينب غطاني وبشيله زينب غطاني وبشيله زينب غطاني وبشيله زينب غط يقول سوى المعجزه العباس يا شيعه بيوم ميلاده سوى طبعا انا تربطني علاقه ويا ابو كميل زينبيه خالص الله وعباسيه خالص تحياتنا للسامعين الله يحفظه شاعر كبير كرار حسين الكربلائي الله يحفظه ابو كميل واكثر من خدمنا يعني بجوار السيده زينب هو اكثر كان يجي
بجوار السيدة ويشوف المعاناة، يعني معاناة الروادي. أيوة إحنا ما عندنا شعراء هناك، فقليل نتواصل، يعني تواصلنا قليل ويا شعراء وكذا. فهو كان يلبي يعني، ما يرفض أي واحد. ترابي أبوكم. أي الله يحفظه إن شاء الله. يقول سوى المعجزة العباس يا الشيعة بيوم ميلاده. شنو هي المعجزة؟ الحسن وحسين يمهده وضحك بوجوه أسياده، وزينب من نجت يمه قام وقطع مهاده، وزينب أشر بعيونه، وزينب أشر بعيونه، وزينب أشر بعيونه، وزينب أشر بعيونه. والنعم من أبو فاضل الله يعين، صدق هو من الحلم باب الحواجز من الذكرى، أخوي تحس بغير عالم. يبقى الشعر مدرسة، نعم مدرسة فكرية، ومدرسة تنقل لأجيالنا تراثنا ومبادئنا وأصالتنا، وجزء من الأمور التي حافظت على التراث بغض النظر عن التراث العربي والمبادئ العربي، لا على التراث الديني. جزء منه كان الشعر إلى مدخل الشعر بكل المحافظ. يعني اليوم هسه من تجيب أشعار دعبل الخزاعي الولائية إنه حافظت على الـ أساس المطالب في مصائب آل محمد. بالضبط. وهواي من الأشعار الموجودة اللي هي نقلت إن التراث الديني والموروث الديني. فيبقى الشعر مدرسة، والشعر رسالة، مو مثل هسه بعض يعني الأشعار. من خلال الشعر يعني بعض الأحيان يعني تستذكر مواقف وأحداث وقصص خلال قصيدة. عندي قصيدة للإمام علي، أقول يا رمز البطولة واسم هز عروش، هز عرش الظلال وعرش كل مغتر، يا رمز الشجاعة اللي ما تهز جيوش، يا جيش اللي يهزك يا بطل خيبر، اسمك يا علي بلوح العرش منقوش، يا باب العلم كل العلم حيدر، أعجز ما أوصفك على داح الباب، أوصفك بيشيل عند الحرب قسور، يا أول عجيبة بعالم التكوين، جدار الكعبة بس الحيدر تفطر، ومن سارة جيوشك سيد الصفين، براهين وحجج للناس تتكرر، حتى الشمس طاعت لمرب الحسنين، ومقام الشمس ذاك الشاهد المنظر، لو نهج البلاغة لسن انهل بي، وعمالقة العصر من عند تتطور، يا رمز الشرف والعفة والآداب، سبحان الجليل اش خلق والصور. الله سبحان الجليل اش خلق والصور. سبحان الخليل الجليل اش خلق والصور. والصور احسنت، سن الله أعماله. احسنت حقيقة. هواي تدر من الشعراء السابقين أصلا بعضهم كان أمي، نعم لا يقرأ ولا يكتب. هسه مثل ذكرني أنا حقيقة في كتابات عبد الأمير الفتلاوي. الفتلاوي كان رجل أمي، لا يقرأ ولا يكتب. إيه لكن شوف شوف شعر شعره وين وصل. قصيدة علي عالي لك العالي، علي علي يم وكل من الرب أو علي يم الصبر، علي ما نصبك منصوب لكن بالنصب، وكأنما دارس عن حجي مال واحد مفلس الكتب العقائدية تفليس. أحسنت. وعاجنهن عجين وطابخهن وعاصرهن ومطلع هاي القصيده. واي ابني شو اقول عليك اي لا لا قصيده العقائديه علي عالي علي إيه؟ علي عالي لك العالي، علي يم وكل من الرب، علي ما نصبك منصوب لكن بالنصب نصب، علي العلمت جبريل اسمك نزل بالصحف ونجيل. زين وقصيده الى اخره. زين يقول علمتنا النبي تركب وتتكسر اللات. اي صحيح. زين هاي وين تلقاها؟ اي ولا ولا سد الاسكندر دار سد. زين ولا سارت سفينه نوح. زين فالفكر تلقاه موجود حي وقاد بالشعر الموجود هذا حقيقه. مثل هالقصيده هاي تذكر تذكر انه بتاريخنا وبامجادنا وبتراثنا العقائدي وتراث آل محمد سلام الله عليهم أجمعين. إحنا بالدقائق الأخيرة، أنا قبل لا أجيك عندك قصيدة للإمام المهدي أبو علي تسولف فيها ويا الإمام المهدي؟ قصيدة للإمام المهدي نعم. أرجع لها بس حتى تكون الختام يمك. الختام يمك حاضر.
حاضر تمام. أروح الملا عمار سيدي مولاي صاحب الزمان. أيوه. طبعا أنا احنا مقصرين ويا صديقي. أيوه. مالت الله أنا عندي تعلق بصاحب الزمان لأن لا يوصف. أنا ابني سميته منتظر. الله. عندي موكب عزاء سميته عزاء صاحب الزمان. عجل الله خيرك. كل جمعة أقرأ دعاء الندبة في حرم السيدة رقية سابقا، الآن انتقلت إلى حرم السيدة زينب سلام الله. هاي المناسبة الله وفقنا إنه نحضر الشعبانية. أنا 10 سنوات ما حاضر ولادة الإمام الحسين في كربلاء. عجيب. أي الحمد لله هاي السنة توفقنا. الحمد لله. موفق. الحمد لله. طبعاً ولادة الإمام الحسين السنة الماضية أجيت بس ولادة صاحب الزمان. سلام الله عليه. أي فقرأت دعاء الندبة في حرم العباس. فقلت له معقولة هيك مولاي صاحب الزمان أفتر المراقد كلها وأقرأ دعاء الندبة؟ إن شاء الله. إن شاء الله. الله يحفظنا إن شاء الله. فدائما اقول له محبوبي وانتظرك. قبل لا تكمل هاي القصيده اريدها كامله. كامل. لا تنطيني مقطع ومقطعين مثل ذنيتش. خاتم. اي والله كامله من الاليف للياء. محبوبي وانتظرك عمري على عمرك، اللهم عجل لوليك الفرج، اللهم عجل لوليك الفرج. حقهم يلومون الناس ما يدرون، انت اغلى من النفس يا شقة انفاسي، قالوا الموعود غايب وما يعود، وانا احسك بالقلب متملك احساسي، يا نعمة من ربي يهتف نبض قلبي، يا نعمة من ربي يهتف نبض قلبي، اللهم عجل لوليك الفرج، اللهم عجل لوليك الفرج. شيخ مصطع الشعبان ينولد قرآن، وانت قرآن الوفا ويرتلك وجداني، مولدك خليت راية فوق البيت، رايتي تنادي لك يا محبوبي امتاني، كل ما تمر جمعة أعلق إليك شمعة، وكل ما تمر جمعة أعلق إليك شمعة، اللهم عجل لوليك الفرج، اللهم عجل لوليك الخاطرك مولاي عايش بدنياي، كل شيء لجلها، الخاطرك مولاي عايش بدنياي، عيوني لك اهديها لو بس مره اشوفك، وحدك عالبال بعدك اش ما طال، عالوعد تلقاني ما عوفك ما عوفك، يا اغلى من روحي تدعي لك جروحي، أغلى من روحي تدعي لك جروحي، اللهم عجل لوليك الفرج، اللهم عجل لوليك الفرج، انتظر أخبار آخر الأقمار، يمت جبرائيلك يا المهدي يبشرني، صاحب الغابة جاي من طيبة، وأنا أشوف عيونك وعيونك تنظرني، عن شوقي أحكي لك من زغري أدعي لك، عن شوقي أحكي لك من زغري أدعي لك، اللهم عجل لوليك الفرج، اللهم عجل لوليك الفرج، انت روح الروح
بلسم المجروح يا شمس محجوبة وين ألقاها أنوارك يا شمس محجوبة وين ألقاها أنوارك تترك غيابك وقعد ببابك تترك غيابك وقعد ببابك سيدي وتشرف خادم عتبة دارك لو زفة والبشرة تلقى عبد يقرأ لو زفة والبشرة تلقى عبد يقرأ اللهم عجل لوليك الفرج اللهم عجل لوليك الفرج اللهم عجل بهاي الروح وبهذا الارتباط اللي قبل اربط وياه ابو علي وسلم المايك يا يزيدنا طبعا يزيدنا فخر يزيدنا شرف لانه اقرا عن الامام المهدي لاهل البيت كله وقناتكم الموقعه الله يحفظك وهذا اسم الامام المهدي سلام الله عليه القناه اللي هي سمت على اسم الامام المهدي عجل الله عجل الله تعالى فرجه الشريف واقول وين ادور على وجهك وانا وجهك من زمان مضيع الله. عيد عيد وين ادور وين ادور على وجهك وانا وجهك من زمان مضيع واسرح ويا الشوق ادور تنصدم عيني بحياطين اربعه الله يهضم روحي على الشوغات دوم مطبعه يهضم روحي يهضم روحي على الشوغات دوم مطبعه وهذا ليلي لا قمر يضوي بسماه ولا نجوم مرصعه غير حالي وبالعيون على الشفاف وبعد كل حسن اسمعه دنيا ظلمة هندس وما مش بكف الوقت شمع وانا ذاك اللي يضحك بوجه الشماتة وحدر جفنة تلوذ دمع الله انا ذاك اللي يضحك بوجه الشماتة وحدر جفنة تلوذ دمع واحنا دنيانا سجن بيبانا سبعة احنا دنيانا سجن بيبانا سبعة تلهث عيون بظلام تلوب وتدور على شفوف النشام والشفايف تنتظر شف اللي يجيب لها ابتسام وانا بوحشة وبيها تنهان الكرامة انا بوحشة وبيها تنهان الكرامة ما تتمروة الدنيا مات يا وقت ضميرك واندفن ويا الشهامة شال مهدي شي انتظر وتوضحت كل العلامة وشنها عذرك بعد يا يوم القيامة آخ يا محنة الليل ما يدق الصبح بابه إيا قلب ما عرف لذة صباه ولا فرح يوم بشبابه دنيتك صارت ربابه جيب ليل وأخذ موال وعتابه يا غريب وبيك شتش الوقت نابه يا قلب رنت حديدك عرس لعيون الشمات الله يا قلب رنت حديدك عرس لعيون الشمات وانتهيل بقاع صبخه والعطش ملح الصباخ اللي يقتل الروح بنباته ماتت النخوه يا قلبي والشهم لو ماتت النخوه مماته لو يجيب الشمس للدير على كفه لو يطش الروح ويضحي بحياته هذا صوت المختنق يا الخلقك ويايش فضات والقلب عصفور مشبق وقصة وسبقاته تعبان النشد عنك تعبان الوقت عنك وين أشوفك وأنا صوت وضاق خلقه والفرح عندك أمانة مودعة ولو ردت أربع لدربك تنصدم عين بحياطين أربعة الله دنيا نبس عنا ما بيها أي أمان نسألك الدعاء يا صاحب الزمان نسألك الدعاء يا صاحب
عصمتك تتجلى والعز ردائك، كل شي ما نتمنى نتمنى لقائك. الله لا يحرمنا من هبات بقائك. سيدي ابن الحسن نرجو لقائك، نتأمل اللقاء وين انت يا مكان، نسألك الدعاء يا صاحب الزمان. وينك انت سيدي بهاي المسية، بالنجاف موجود لا بالغاضرية. وينك انت سيدي بهاي المسية، بالنجف موجود لو بالكاظمية، تسكن بسامر لو بالغاضرية، لو بمرقد زينب ومرقد رقية، وتنادي كربلاء ثارك يا مهدي حان، نسألك الدعاء يا صاحب الزمان. اللهم عجل لوليك الفرج يا الله. اللهم عجل لوليك الفرج. أي أرض تقلك أو ثرى، أبي رضوى أم غيرها أم ذي طوى، عزيز علي أن أرى الخلق ولا ترى، ولا أسمع لك حسيسا ولا نجوى. يا صاحب الزمان إن شاء الله نظرة من عنده كريمة. قل بنفسي أنت من نازح ما نزح عنه. أي والله إحنا ننزح عنه بس هو ما ينزح أبد، ما يتركنا. أي والله. خذ بأيدينا يا صاحب الزمان، نجينا يا صاحب الزمان. والله إحنا فتن يا أبو صالح، وإحنا بشدة ومالها غيرك، وأمنا نقطع من غيرك. كل اللي اجى وجربناه من مختلف الجهات خاب ظن النبي. صحيح. أيوة. والله كله جيب لي اي فرضيه واي اسم واي علميه شايل. نعم. ما حل وضعنا. ما حد حل وضعنا. وما عدنا امل بغير صاحب الزمان. هو اللي حل وضعنا. مقطوعه ميمر. تربينا يحكي استاذنا العزيز. نعم. تربينا على كلمه واحنا صغار، يقول اذا الاصل موجود احنا ليش نروح للفروع؟ خب روح للاصل موجود. فصاحب الزمان عايش ويانا، احنا ليش ما نقوي علاقتنا به، نرتبط به؟ ظهوره هو اللي يغير حالنا. أي. نرتبط به اكثر، ليش نروح للفروع؟ ليش نتوجه الى غيره؟ هو موجود ان شاء الله. ندعي له وندبه ونسولف وياه. الميمر مسلوبه شو كل العمر راحتنا. مسلوبه شو كل العمر راحتنا. نفركها حيل من الندم. راحتنا. ثانيه عمر وهم بعد. راحت نبلكة وضعنا من الجهل يتحرر. الله على الميمر وعلى الميمر. بلكة وضعنا من الجهل يتحرر إن شاء الله. إن شاء الله. بحق صاحب العصر والزمان. شكرا جزيلا لخدمة الإمام الحسين الأخ والأستاذ الشاعر لكم حسين الجبوري اللي شرفتنا هاي الليلة. شكرا لكم، شكرا لقناة المهدي، شكرا لكل العاملين، شكرا للجنود المجهولين خلف الكواليس، شكرا للمخرج، المصورين، الله يحفظك، القائم على القناة، شكرا لك استاذ. الله يحفظك خادم. واسأل الله ان يوفقكم يا رب بحق الامام المهدي، بحق الاقمار المحمدية وهاي ايام ولاداتهم. سلام الله عليهم. اسأل الله انه يوفق الجميع يا رب. بحق محمد ما اقدر بعد اطيل اكثر. الله يحفظك يطول عمرك. شكرا لحضورك ويانا. شكرا لكم استاذ حسين الجبوري. وشكرا بعد احنا شنضيف قدام الاستاذ بعد. شكر الجميع ان شاء الله. شكر حضورك. نقول شكرا لمولانا صاحب العصر والزمان اللي على هذه القناه الطيبه اللي باسم صاحب الزمان. سلام. شكرا على العاملين بها بجميع الاصناف، بجميع الفئات، بجميع الطبقات. الاخوه جميعا شكرا لك استاذنا العزيز. يا حبيبي يا ابو شرفنا وتنورنا ان شاء الله يا ابو منتظر. نسأل الله بحق مولانا الحسين وبأبي الفضل العباس وبعلي لكربلاء زين العابدين، بعلي الأكبر، بمولاتي رقية، بعبد الله الرضيع، بصاحب العصر والزمان، أن يجعلنا خداما لمولاي صاحب الزمان. أيوة. يا رب. لا يحرمنا الطلعة البهية إن شاء الله. يا رب. الله يحفظكم. الله يحفظك. شكرا لحضورك ويانا. شكرا لأخونا العزيز الشاعر
على عوينات اللي كان سبب في حضور الأخوة معنا في قناة المهدي الفضائية وبرنامج أفراح شعبانية. تحياتنا إلى السيد مصطفى البلوشي, البلوشي وكل الأخوة القائمين وإلى مؤسسي القناة وإدارتها والقائمين على السوشيال ميديا والأخوة في الإخراج والهندسة الصوتية والمصورين جميعا, والله يقضي حوائجهم دنيا وآخرة. كلهم أصحاب حوائج, ادعو لهم, عندهم مرضى ادعو لهم بالشفاء العاجل بحق محمد وعلى محمد يشافي مرضاهم. عندنا بعض الكوادر المتطوعة في قناة المهدي الفضائية الآن هم متعرضين إلى حادث, إن شاء الله ادعو لهم بالصحة والعافية. أخونا الأخ أمير إن شاء الله إلى الصحة والعافية بحق محمد وآل محمد ويقوم بصحة وسلامة. وعندنا بعض الأخوة عندهم بعض أولادهم منظورين, ادعو لهم بالصحة والعافية إن شاء الله, وادعونا إحنا بدوام الموفقية بخدمة صاحب العصر والزمان. سوية أنا وإياكم في الختام نقول: اللهم عجل لوليك الفرج والعافية والنصر, واجعلنا من أنصاره وأعوانه والمستشهدين بين يديه بحق محمد وآل محمد. إلى حلقة يوم غد في تمام الساعة 9 مساء بتوقيت كربلاء المقدسة من على شاشة قناة المهدي الفضائية. ألتقيكم أحبة المشاهدين في أمان الله وحفظه. بالسم هلال خط الفرحة مرسال, مولد خمسة أضلاع المولد كربلائي زين. بالسم هلال خط الفرحة مرسال, مولد خمسة أضلاع المولد كربلائي. يا قلبي طاير من ضلوعي, أسرع من دموعي يحكي عن موضوعي. لحسيني من صدق حبيته, قلبي يشبه بيته وانا زاير جيته وبشعبه.